فاليوم نحن ننبه وننوه للأزواج الآباء أنه نحن في شهر رمضان المبارك. الله الله بالأزواج الزوجات، الله الله بالبنات. يعني رمضان مثل ما أنت طبعا، أنا أحب في هذا البرنامج لا نخوض في المسائل الفقهية القديمة، إذا هكو مسائل فقهية معاصرة نتكلم إذا تسمح لي يعني دكتور. يعني أنا دائما عندي هاشتاك أقوله في المحاضرات، أقول ارحموا النساء في رمضان. يعني مثل ما الرجل عنده، الزوج عنده ختمة قرآنية وعنده أوراد وأذكار وتراويح وقيام ليل، الزوجة كذلك عندها أوراد وعندها تراويح وعندها ختمات قرآنية. أن نثقل الزوجة وزوجاتنا بالطبخ المتعدد الأنواع، أنا أقصد عن المتعدد الأنواع، لا أقصد عن أصل الطبخ اللي هو يعني للعائلة وللبيت، أما أن نرهقها بالأنواع الحلوى ونرهقها بأنواع التعلولات والجلسات والضيوف وكذا، يعني هذا يحتاج في شهر رمضان إلى تقنين وإلى يعني تقليص هذا الموضوع، إعادة نظر. إعادة نظر. طبعا الطعام طيب، الطعام المنوع والمشكل وما لذ وطاب شيء طيب للإنسان يعني بصورة عامة يعني، ولكن في شهر رمضان المرأة هي تطبخ من العصر إذا مو من الظهر، وبعد الطبخ راح تكون غسل وراح يكون تنظيف لما طبخت، وماكو فتح عين غمض عين اجى السحور وهم راح تسوي سحور، فبالتالي المسكينة راح تنام تعبانة، لا تستطيع أن تقرأ قرآن، لا تستطيع أن تسوي أذكار. فارحموا النساء في رمضان يا أيها الأزواج.